كابتن احمد غانم مع موقع زمالك اس تي، تحب تقول لنا كان معسكر الزمالك عامل ازاي في سويسرا وايه الاجابات اللي طلع بيها؟ قعدنا 3 مرشات عملناهم كويس الحمد لله، والمعسكر كله كان كويس وتمام كويس او استفدنا منه، وان شاء الله ربنا يكرمنا. صور جمهور نادي الزمالك بيها كابتن في السنه الجايه؟ ان شاء الله بطوله، يعني باذن كله بطوله هنخش ده ان شاء الله نخش. طب وان شاء الله يعني توعد النادي جمهور نادي الزمالك بحضرتك تقدم ايه؟ نقدم كل خير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، شكرا يا كابتن.